لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قلها من قلبك. احنا مفتقرين، احنا الفقراء وهو الغني، ونعم بالله، احنا الضعفاء وهو القوي، احنا الجهلاء وهو العالم العليم العلام، احنا الأذلاء وهو العزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. هو الغني مالا، قوة، حيلة، طولا، براحتك. هو الغني عنك وعن عبادتك وعن بلدك وعن عيلتي وعن اللي خلفوني. هو الغني، فانتبه لده. عبادتك لنفسك، صحيح، وطاعتك لنفسك، وشكرك لنفسك، هو الغني. فأنا لما بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يلا قول لي مع لحضرتك المعنى ثم أبين لك الفضائل والكنوز. تفضل حضرتك. أنا وأنا طالع من البيت بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما بسمع المؤذن بيقول حي على الصلاة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأذكار الصباح والمساء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في الباقيات الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في الذكر العادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا استصعب علي أمر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عندي مشكلة مش عارف لها حل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا راجل أصل صعيدي فبحب الزرع والجناين، عايز جناين ليا كتير في الجنة، غراس الجنة وزرع الجنة وجناين الجنة والمزارع في الجنة بتتزرع لا حول ولا قوة إلا بالله لما بقولها. طبعا يا فندم أنا قلتها تقريبا، أنا قلتها مثلا من أول الحلقة 10 مرات، 10 مرات دول بعشر نخلات في الجنة تزرعوا لي دلوقتي لمجرد بس أني بقول إن أنا قلتها. طب المعنى إيه؟ خاصة لما حضرتك بتقولي إيه حي على الصلاة، حضرتك بتقولي ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب. ايه لا حول وبعدين لا قوة؟ احفظي كويس جدا جدا، الحول مرتبط بالمعصية والقوة مرتبطة بالطاعة. الحول مرتبط بكل شيء سلبي والقوة بكل شيء ايجابي. يعني ايه؟ انا نايم فاذان الفجر بيأذن الله اكبر، فبقول لا حول، يعني لا تحول لي عن السرير وأم للمسجد إلا بالله، لا حول عن النوم ولا قوة على الصلاة إلا بالله، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، لا حول عن السلبية ولا قوة على الإيجابية إلا بالله. فالحول معناه التحول والانتقال. فاكرة زمان لما كنا نتصل بالتليفون بتاع زمان نقول لك حول. ايوه حول، دي حول من حاجه لحاجه. فانت مش هتتحول عن السلبيه ولا تقوى على الايجابيه الا بالله. ده اجماع اهل العلم، الامام ابن عباس وسيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهم. الاستعانه بالله يعني؟ قبل الاستعانه الافتقار. اللي هو لا املك شيء. ايوه، وانت تملك شيء اصلا؟ لا طبعا. ايوه كده. انت هنقول للناس ايه؟ لا والله لا نملك شيء. صحيح. هو الملك. صحيح. وهو المالك وهو المليك، قمة الافتقار. اقصد الاقرار باننا لا نملك شيء. الاقرار بانك لا تملكي شيء، صح. من قلبك. خلي بال حضرتك، مجرد ما بتتبرئي من حولك وطولك وقوتك، خد الختم ده، انت من اهل الجنة. تاني بقى كده، مجرد ما حضرتك بتتبرئي وتقري وتعترفي وتزعني بانك مالكيش حول ولا ليكي طول ولا ليكي قوه، انما كل دول لمين؟ لربنا، انت من اهل الجنه ان شاء الله. نقول دليل. انا اكلت اكل ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبعدين شربت فجيت قايل ايه؟ الحمد لله رب العالمين الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. سيدنا النبي يقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام يقول غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
عشان انا بأقر ان دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا، الرزق اللي ربنا بعته. طبعا يا فندم اقل لقمة ممكن اكلها لو لقمة حاف، لو حت عيش حاف، انا حولي ايه؟ يعني انا جبت رغيف حاف ما فيهوش حاجة تانية من غير اي شيء، واشتريته باي مبلغ من الفلوس وقعدت اكله، انا الرغيف ده انا حولي ايه؟ ما هو الرغيف ده جاي منين؟ من زرع ومن سقى ومن رعى ومن كبر الزرع ومن حصد ومن نظف ومن جمع الحصاد ومن نظف القمح ومن حمل القمح الى المطاحن ومن طحنه ومن خبزه ومن انضجه ومن حمله حتى اتى الي. حولي ايه؟ فما بالك بما هو اكبر. انا بتكلم على اللقمه الحاف، فين حولي انا وطولي مهما بذلت فيها من مال. الجلابيه اللي انا لابسها دي انا جبتها ايه؟ دفعت فلوس؟ اه دفعت فلوس. طب ما الفلوس منه هو. الحاجه الثانيه مين دي لحد ما وصلتني؟ انا عملت ايه؟ فيا جماعه افهموا ده كويس جدا، احنا لا لنا حول ولا لنا طول ولا لنا قوه، انما نحن بالله ومع الله ولله. صحيح، ونعم بالله.